ننتقل مشاهدينا للمزيد حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة إلى موفد التلفزيون المصري علاء رشوان على الهواء مباشرة من أنقرة. علاء، صف لنا أجواء الزيارة والمتوقع خلالها بعد مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي. تحياتي إيمان، كما تابعنا منذ قليل كانت هناك مراسم الاستقبال الرسمي التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تم استعراض حرس الشرف وعزف السلمين الوطنيين للبلدين لتلتئم قمة مصرية تركية ثنائية بين السيد الرئيس السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة مصرية تركية هامة، كما وصفتها الصحافة التركية المحلية بأنها قمة تاريخية تدشن صفحة جديدة من العلاقات بين القاهرة وأنقرة على كافة المستويات، خاصة في هذا الوقت الدقيق التي تمر به المنطقة بالكثير من التحديات والظروف السياسية والجيوسياسية الضاغطة على حالة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. القمة سوف تتناول عدد كبير من ملفات التعاون، سواء فيما يتعلق بتعزيز أطر التنسيق والتشاور بين العاصمتين حيال كثير من مستجدات القضايا الإقليمية، أو فيما يتعلق ببحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. الشق الأول يرتبط بتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرؤى ودعم وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية حيال عدد من الملفات الراهنة، نتحدث في مقدمتها الأوضاع في غزة، بالإضافة أيضا إلى الملفات الخاصة بكل من الأوضاع في السودان وفي ليبيا وفي الصومال وفي منطقة القرن الإفريقي. هذه الدوائر للتعاون والتنسيق والتشاور بين القاهرة وأنقرة، خاصة وأن المواقف السياسية متقاربة للغاية بين البلدين حيال مستجدات القضايا التي أشرنا إليها. القمة بطبيعة الأحوال إيمان سوف تتطرق بشكل مستفيض لمجمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن القاهرة وأنقرة حققت ميزان تجاري بمقدار 6.6 مليار دولار، تطمح البلدان لتعظيم هذا الرقم ليصل إلى 15 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، خاصة وأن هناك فرص واعدة أمام المستثمر التركي في مصر أو من خلال الطاقات الشبابية والطاقات القوى العاملة الماهرة والرخيصة التي يوفرها السوق المصري أمام المستثمر التركي، بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية، من بينها إفساح المجال للمستثمر الأجنبي في المناطق الاقتصادية الواعدة في مقدمتها منطقة تنمية محور قناة السويس. الشركات التركية يبلغ عددها في مصر أكثر من 200 شركة تضخ استثمارات تناهز 3 مليارات دولار، توفر أكثر من 70,000 فرصة عمل مباشرة و100,000 فرصة عمل غير مباشرة في عدد كبير من القطاعات الهامة والحيوية. الزيارة سوف تشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين في عدد من المجالات، في مقدمتها مجالات الدفاع والأمن، السياحة، الثقافة، التعليم، الصحة، التصنيع، خاصة التصنيع الدوائي والغذائي، لتوفر منصة وبيئة مواتية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. خلال هذه الزيارة الهامة للسيد الرئيس السيسي، سوف يشهد سيادته والرئيس التركي انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، والذي ينقل التعاون بين القاهرة وأنقرة إلى آفاق أرحب من مستوى المسؤولين المعنيين إلى مستوى الرئاسي، وبالتالي توجيهات مباشرة للوزراء المعنيين لتنفيذ مخرجات هذا الاجتماع وتوجيهات الرئيسين وتوجيهات مجلس التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وأنقرة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، سواء فيما يتعلق بتعزيز التنسيق والتشاور حيال المستجدات الإقليمية، أو فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية ونقلها إلى آفاق أرحب، خاصة كما ذكرنا أن هناك بيئة مواتية لمضاعفة أحجام أو حجم الاستثمارات التركية المباشرة في السوق المصرية وغيرها من الفرص التي يحملها هذا السوق المصري الواعد أمام تركيا والمستثمر التركي. كما قال ضيفك منذ قليل، تركيا تطلع بدور مهم على الساحة الاقتصادية، هي عضو في مجموعة الـ20 الكبرى، والاقتصاد التركي اقتصاد
الاقتصاد ينمو بسرعة متواترة، بما يضمن يعني فرص للتعاون بين البلدين. نتحدث عن زيارة سوف تضيف فصلا جديدا من فصول التعاون، خاصة وأنها تأتي بعد زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة في 14 من فبراير من العام الجاري. وتأتي هذه الزيارة كما أشرنا بدعوة رسمية من الرئيس التركي إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون أول زيارة رسمية لسيادته منذ توليه مهام منصبه. زيارة حظيت بتغطية إعلامية تركية محلية، سواء على مستوى القنوات التلفزيونية أو على مستوى الصحف. رصدنا منذ نحو 3 أيام تواتر لعدد كبير من مقالات الرأي والتحقيقات الصحفية التي تتحدث عن أهمية هذا التعاون بين القاهرة وأنقرة في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها المنطقة بتحديات جيوسياسية تضغط على حالة الأمن والسلم في الشرق الأوسط، أو فيما يتعلق بالإمكانات الهائلة التي تتوفر لدى القاهرة وأنقرة اقتصاديا لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وتحدثت عن الدور الهام الذي تطلع به مصر فيما يتعلق بعدد من القضايا الهامة التي تهم المواطن التركي والعربي والمسلم بشكل عام. نتحدث عن تحديدا الأوضاع في غزة، وكان هناك رصد إيجابي للغاية للمواقف المصرية ومواقف السياسة الخارجية المصرية حيال هذه القضية، وهناك ترحيب بالغ بالتعاون المصري التركي في المرحلة المقبلة، استنادا لمخرجات هذه الزيارة الهامة التي وصفت في هذه الوسائل، وسائل الإعلام المحلية التركية، بأنها زيارة تاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة التركية أنقرة، وتدشن كما أشرنا لصفحة جديدة من التعاون بين البلدين. الزيارة أيضا سوف تفتح أفاق جديدة فيما يتعلق بتعاون البلدين فيما يتعلق بالقضايا الدولية. نتحدث عن قضايا مثل مكافحة الهجرة، مكافحة الإرهاب، وأيضا العمل على صيانة الأمن في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي بشكل عام، بالتعاون مع القوى والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في هذه الأمور. هذه الملفات ملفات سوف تحظى باهتمام كبير وبحث مستفيض بين السيد الرئيس والرئيس التركي خلال القمة الثنائية التي تجرى في هذه الأثناء. ومن المقرر بعد قليل سوف تلتئم قمة أخرى موسعة بحضور وفدي البلدين. السيد الرئيس يصطحب مع سيادته وزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل الفريق كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، وعدد آخر من الوزراء المعنيين بدفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، استنادا إلى نتائج ومخرجات هذه الزيارة الهامة التي أشرنا إلى أن أحد أبرز مخرجاتها هو التئام الاجتماع الأول للمجلس مجلس التعاون الاستراتيجي مستوى رفيع المستوى بين البلدين بحضور الرئيسين، وهو إشارة قوية للغاية بأن هناك إرادة سياسية متوفرة لدى القاهرة وأنقرة على دعم وتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو غيرها من أصعدة التعاون. نعم إيمان، صحيح، يعني أكيد هذا الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى من شأنه أن يقوم بتعزيز تطوير العلاقات فيما بين الجانبين. لكن دعني أتوقف عند نقطة ذكرتها، وهي المتعلقة باستقبال الأوساط الصحفية التركية لهذه الزيارة التي وصفتها بالتاريخية. إلى أي مدى وفقا لقراءاتك للمتابعة الإعلامية التركية يتم التعويل على هذه الزيارة لدعم الجهود العربية والإقليمية لوقف المأساة الإنسانية في قطاع غزة؟ إيمان، هذا السؤال يعني يستأهل ويتوجب الإجابة عليه من شقين: الشق الداخلي التركي. كما نعلم وكما كنا نتابع طوال السنوات القليلة الماضية، هناك حالة من الضغط، ضغط رجل الشارع العادي والمواطن العادي على الرئاسة التركية لتصحيح مسارها وسبل التعاطي مع دولة كبرى مثل مصر في خلال التعاون، والضغط على الرئاسة التركية لتصحيح هذا المسار بدعم وتعزيز التعاون مع القاهرة. هذا على المستوى الداخلي. على المستوى الخارجي، تركيا بدأت في تحويل بالفعل مسار التعاطي والتفاعل والتعامل مع عدد كبير من القضايا الإقليمية التي تستوجب تعزيز التنسيق والتشاور مع الدول الإقليمية الفاعلة، ومن بينها وفي مقدمتها مصر. هناك قضايا ملحة على أجندة السياسة الخارجية التركية، لابد من تعزيز التعاون مع القاهرة لإنجاز هذه
الملفات عبر تحقيق حالة من السلم والتعاون والاستقرار الذي يضمن رفاهية شعوب المنطقة والشعبين المصري والتركي. نتحدث هنا عن قضية شرق الغاز شرق المتوسط والتعاون بين البلدين لتحقيق طفرة في هذا التعاون. كما هو معروف مصر من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في المنطقة، وتركيا من أكبر المستوردين للغاز الطبيعي المصري. هناك منصة للتعاون بين البلدين. هناك أيضا قضية كما ذكرت بطبيعة الأحوال التي تتصدر المشهد السياسي الإقليمي، وهي قضية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة وأن مواقف البلدين تتشابهان وتتطابقان باتجاه تأييد الحقوق الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على أبناء قطاع غزة. والآن نتحدث عن مناطق في الضفة الغربية، التأكيد على حقوق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود 4 يونيو عام 67 تكون عاصمتها القدس الشرقية. إذن هناك تطابقا في الرؤى بين القيادتين السياسيتين في البلدين حيال هذا الملف تحديدا، وهو الملف الذي سوف يستحوذ على قدر كبير من المباحثات بين الرئيسين. هناك أيضا دوائر للتعاون والتفاهم والتعاطي والتنسيق والتشاور بين القاهرة وأنقرة. نتحدث عن الأوضاع في ليبيا. ليبيا تتعرض إلى حالة من عدم الاستقرار، بينما تنادي مصر بضرورة تحقيق أو إنجاز انتخابات وطنية نزيهة تمثل فيها كل الأطياف التي تفرز قوى سياسية تستحوذ على رضا الشعب الليبي وتأييد الشعب الليبي. تركيا أيضا تتداخل بقوة في المشهد الليبي خاصة في مناطق الغرب. هناك إذن ما يدعو إلى التنسيق بين البلدين حيال هذا الملف تحديدا. نتحدث عن الملف السوداني وتطورات الأوضاع في السودان وتأكيدات البلدين على أهمية الحفاظ على وحدة السودان، أهمية الحفاظ على الدعم المقدم لاستقرار السودان والحفاظ على هذه المنطقة الحيوية. نمتد أيضا في الحديث عن هذا التعاون المشترك بين القاهرة وأنقرة ليشمل تطورات الأوضاع في الصومال، تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، ولا ننسى قضية سد النهضة. تركيا ترتبط بإثيوبيا بعلاقات قوية، ما دعمها في فرع عرض يعني وساطتها بين القاهرة وأديس أبابا فيما يتعلق بتقريب الرؤى بين البلدين حيال هذا الملف تحديدا. إذن نتحدث عن جملة من الملفات التي تتشابك وتتقاطع في بعض الأحيان بين القاهرة وأنقرة، ولكن هذه الظروف تحت يعني تحتم على عاصمتين محوريتين مثل القاهرة وأنقرة على دعم وتعزيز هذا التنسيق والتشاور، خاصة وأن المنطقة كما أشرنا تتعرض إلى ظروف راهنة جيوسياسية ضاغطة على حالة الأمن والاستقرار، ما يدعو مصر وتركيا على دعم وتعزيز هذا التعاون استنادا إلى هذه الزيارة التاريخية الهامة التي تحظى كما أشرنا بترحيب بالغ سواء في على الأوساط الشعبية أو على مستوى الأوساط الإعلامية والسياسية في الداخل التركي. نرصد منذ 3 أيام تواتر هذه الردود، ردود الأفعال الإيجابية للغاية والترحيب بهذه الزيارة، ويعني استشراف لمستقبل جيد يربط بين القاهرة وأنقرة على كافة الأصعدة خلال الفترة القليلة المقبلة. نعم إيمان، أشكرك جزيلا على الهواء مباشرة من العاصمة التركية أنقرة، موفد التلفزيون المصري علاء رشوان.